السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو جديد مع منتج من منتجات توشيبا ماشنر من المنتجات اليابانية. النهاردة هنتكلم عن جهاز توشيبا. توشيبا اللي قدامنا دوت فيه راديو اف ام واي ام واس دبليو، طبعا شغال شريط. الموديل اللي معانا دوت اسمه ار تي شرطة 8740 اس. الموديل بتاعه ار تي شرطة 8740 اس. الموديل ده بيمتاز ان هو فيه امكانيه السماعتين بتوعه بيتفكوا ويتركبوا جنبه. الجهاز عرضه 40 سنتي وهو فيه السماعات من فوق كده حوالي مثلا نقول 28 او 30 سنتي ارتفاع. لما بتفرد السماعات بتاعته تبقى جنبه بيوصل لحوالي 80 سنتي. الجهاز بالسماعات يبقى حوالي 80 سنتي بالعرض، من غير السماعات 40 سنتي. الجهاز طبعا زي ما قلنا ان هو فيه راديو اف ام واي ام وفي شريط كاسيت، ونشوف ان شاء الله الجهاز ده بيشتغل ازاي. حتى الناس بتوعها بقوا مختلفين، بقوا يطلعوا يفطروا بره دلوقتي يا استاذ امين. That's your advice. I couldn't guarantee her if you're struggling. مصطفى رشوان. الجرس علشان تعرف اول ما ينزل اي فيديو جديد. نجوم اف ام. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان. في فؤادي من المحبة لحن. قول انت ورانا كده كتير. الله يحرقك يا ولد. ليه؟ شكلك كده ما بتعرفش تشد على الاسفل. يا نهار اسود، دي قاسين الجواز على سعديه. الراجل هيطلع نار من بقه. روح لحاله. ده واد خايب. زي ما شفنا طبعا الجهاز ده بيتفك اليد لوحدها، وبتتفك السماعات تبقى بجنب الجهاز، بيوصل لعرضه لحوالي 80 سنتي ماشي، والجهاز من غير السماعات وهي فوقه بيبقى 40 سنتي. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. This cassette is Toshiba model number RT-8740S. Model number RT-8740S.
It's working radio AM, FM, and SW and tape. Thank you.